رأيك في الكلام اللي قلته لك يا عمدة؟ كلام مش موزون، ما يخشش العقل وصل. يعني انت شايف ان غريب ملوش علاقة بقتل هنادي؟ يا بيه غريب هيقتل هنادي خطيبته اللي كانت هتبقى مرته ليه؟ مش يمكن عشان خانته مع حد؟ واه ما يصحش يا بيه، انت راجل صعيدي وتعرف الاصول، ودي اعراض ناس برضك. خلينا نقول مثلا قتلها عشان كان بيحبها وهي مش عايزاه وبتحب سعادة. الله ينور عليك، هو كده مظبوط. يعني انت معترف ان غريب هو اللي قتل هنادي؟ لا، امال مين؟ سعادة. سعادة هو اللي كان بيحبها، ولما راحت لحد غيره عقله اتجن، وهو اللي له مصلحة في قتلها. ده آخر كلام عندك يا عمدة؟ يا سعادة البي، أنا عمدة البلد دي وكبرها، يعني لازم أكون قدوة ومثل وأقول الحق ولو على رقبتي. ولو غريب ود أخوي هو اللي قتلها، أنا هسلمهولك بنفسي. إحنا ناس نخاف ربنا يا بيه. بالإذن.